لا قبل ما غير باش نختم كاينين جوج ديال المشجعين ديرني ميساج قول الخطاب كاين جوج ديال المشجعين اللي كاينين مازال محتجزين عند السلطات الامنيه ديال الجزائر. بالنسبه لي انا كرئيس النادي انا كنضامن مع هاد جوج المشجعين وراه كنقول بان اليوم سمعنا بان انا سمعت ما عنديش تاكيد ولكن اللي سمعت بان تم تحريف هذاك الملف ديالهم كان عندهم بعض الاشياء واذا به اليوم كيدخلوا الامن الامن ديال يعني التهمه ولات عند امن الدوله وبزاف ديال الامور. بالتالي انا كرئيس النادي الرسائل المسؤولين اللي هنا في البلاد ديالنا ولكن انت مازال اون كونتاكت مع السفير ديالنا بيان سور هو اللي عطانا هذه المعلومات هذه وحنا كنحاولوا نتاكدوا منها وعندنا غادي تكون اتصالات مع مسؤولين هنا في المغرب ان شاء الله غادي نوجهوا الرسائل ونتصلوا هاتفيا ونبقاو ان شاء الله حتى يرجعوا.